وعمالك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية واليقين والثبات على الحق والوفاة على الإسلام والنصير إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في بيتنا وفي كسبنا وفي تجارتنا وفي أهلنا وفي أولادنا. اللهم بارك لنا نحن في اللهم بارك لنا في أمورنا بركة وكرامة كما بارك على عباد الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yeah.